بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ha ha ha.
ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل يا رب ما في السماء وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وما تغني أيام الذين خلوا
قل فانظر قل
قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني ولا تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني
أمرت أن أكون من المؤمنين. من الظالمين.
قل يا قد جاءكم الحق من ربكم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها قل يا قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما وما أنا عليكم بوكيل واصبر حتى يحكم الله
تبع ما يوحى إليك واصبر واتبع ما يوحى اصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وهو خير واصبر حتى يقوم الله وهو خير الحاكمين وهو خير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب حكيم خبير
إنني لكم منه نذير وبشير. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ايات بينات من الذكر الحكيم قد تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عمر عادل سلام القارئ المعروف بجمهورية مصر العربية والمقيم بمركز ومدينة دمشق. أن مكبر الصوت والمنارة الكهربائية اطلب محلاته ومفازن المسموهات بجمال الخضرة المقيم بكنيس تورين. حضرات السادة المعازين الكرام كل من اتانا بالعزاء فكان سعيه مشكورا.